النقطة ديال البكالوريا، ديال البكالوريا هي البكالوريا كتعرفوا هي أول دبلوم جامعي. دونك دابا البكالوريا كلشي اللي بغى يتقيد في الجامعة غادي يتقيد. شنو تنقولوا؟ أنا عشت هاد الشيء ملي كنت رئيس الجامعة. تنقولوا بأن في هاد المرحلة الأولى تنتكلفوا بالطلبة الجداد باش نديروا لهم التسجيل ديالهم، نتعاونوا معاهم، وكنخليو بالنسبه للاسابيع اللي من بعد كنزلوا البكالوريا ديال ناقص عام ناقص عامين. ما عمر شي سنه ما وقع فيها شي مشكل في هادشي. تنتجاوبوا اغلبيه الاحيان ما تيكونش شي مشكل. نتوما كتعرفوا المشاكل ديال الاقبال اللي كاين بالنسبه لان غنجمعها مع هذه ديال ايا بريس. دابا راه جميع الطلبه ملي كيبغي يديروا تسجيل ما تيمشيش للجامعه ولا الكليه غير هكذا باش يتقيد، كيكون عنده لو رونديفو. اغلبيه ديال الجامعات كيكون عنده رونديفو في الساعه الفلانيه في النهار الفلاني باش يتقيد. الا جا في شي رونديفو اخر ما كيستقبلوش، كيقول له سير حتى من بعد حتى نساليو هذا الشيء وعاد نرجعوا. دونك هذه النقطه ديال البكالوريا حنا كنتعاملوا معها بواحد المرونه. تنظن بان الناس خاصها تصبر شي شويه حتى نساليو مع هذا البنيات والوليدات الجداد، ومن بعد ندوزوا الاخرين. تنظن ان شاء الله بان ما غاديش يكون رؤساء الجامعات راه كاينين هنا، ما غاديش يكون شي مشكل كبير. اللي تنتمناه هي نسرعوا كيف ما كان في واحد السؤال بهذا الرقمنه باش نتحداو هذه المشاكل هذه. اللي بغينا هو راه تكلمت لكم قبيله على النقاش اللي عندنا اليوم اللي حنا بدينا فيه مع جميع عمداء كليات الحقوق باش الدروس تكون سيناريزي ومسجلة على المنصة باش الطلبة يتقيدوا، ولا ما قدرش يجي راه عنده الدروس ديالو اللي يقدر يتلعب معها. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.